ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا من معرض أهلا مدارس بأرض المعارض بمدينة نصر مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. أهلا يا سالي، يعني بعد التحية صفي لنا الصورة لديك ومدى إقبال المواطنين على المعرض. نعم، تحياتي لك أميرة ولمشاهدينا الكرام. بالفعل نتابع من أرض المعارض بمدينة نصر اليوم الختامي لفعاليات معرض أهلا مدارس الذي افتتح من قبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في الأول من هذا الشهر بعد 10 أيام. اليوم هو اليوم الأخير أو الساعات الأخيرة تحديدا من ختام هذه الفعاليات. إقبال كثيف من المواطنين من بداية هذا الشهر، وهو ما أشاد به العارضين داخل هذا المعرض. دعينا في البداية نتحدث ببعض التفاصيل عن هذه النسخة من المعرض، والتي تقام وتنظم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبرعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الغرفة التجارية وغيرها من الجهات. 200 أو أكثر من 200 عارض وشركة متخصصة في الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب وغيرها مما يحتاج الطالب والأسرة المصرية مع اقتراب العام الدراسي الجديد. كل ما يحتاجه المواطن والأسرة يجده هنا من هذه المستلزمات والأدوات، ونسب التخفيض تبدأ من 20% ل30% في هذا المعرض تحديدا، ولكن في بعض المنتجات تصل نسبة التخفيض إلى 50 و55%. إقامة هذا المعرض وغيرها من المعارض التي تقام من قبل الدولة على مستوى محافظات الجمهورية هو تخفيف عن كاهل المواطنين الأعباء والمصاريف التي تحتاجها الأسرة في بداية العام الدراسي الجديد بهذه التخفيضات. التخفيضات التي يحصل عليها المواطن هو نتيجة توفير هذه الأماكن من قبل الدولة بدون رسوم للعارضين، وهو ما يقلل التكلفة الموضوعة على هذه المنتجات التي تعرض هنا. إشادة المواطنين بالأسعار وبالجودة وبجودة المنتجات المصرية المتواجدة داخل أروقة هذا المعرض على مساحة 6000 متر مربع، تم من خلال هذه الأيام 10 أيام وصولا إلى هذا اليوم إقبال كثيف من المواطنين. يعني حتى 11 مساء يستقبل هذا المعرض المواطنين من مختلف الفئات، ويعني وفقا للمشاهدات التي تابعناها أسر بأكملها تأتي إلى هنا لشراء كافة احتياجاتهم. بعد الساعة 11 مساء يغلق هذا المعرض أبوابه، ولكن تستمر معارض المحافظات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها 23 معرضا أساسيا أو رئيسيا و 119 معرضا فرعيا، إضافة إلى عدد من القوافل المتحركة والمكتبات، وذلك في خطوات تمت خلال السنوات الأخيرة من قبل الدولة لتوفير هذه المنتجات ومحاربة الغلاء وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي للصناعات المصرية، وأيضا تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. هذا هو أبرز ما يتعلق بمعرض أهلا مدارس بمدينة نصر، والكلمة تعود إليك أميرة مرة أخرى في الأستوديو. سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.